من الأخبار العاجلة المنشورة الآن في وكالة الأنباء السعودية واس الأخبار الملكية، مجلس الوزراء يعقد يوم الأربعاء 13 من شهر جمادى الأولى 1444 للهجرة الموافق للسابع من شهر ديسمبر 2022 جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 للهجرة 2023 للميلاد. إذن يوم الأربعاء سيكون هو اليوم المنتظر سنويا لإعلان الميزانية العامة للدولة، وكنا خلال الفترات السابقة نناقش الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، كلما يعني نشر شيء يخص الميزانية العامة آخرها كان الربع الثالث وكان يومها الحديث حسب ما أعلن عن فائض يتجاوز 14 مليار ريال ولله الحمد، وإن شاء الله أنها تكون ميزانية خير وبركة يا رب. الأربعاء سيكون موعدا منتظرا، وسنوافيكم في برنامج يا هلا بتغطية شاملة وموسعة ومفصلة حول تفاصيل هذا اليوم والميزانية العامة للدولة. هذا